من الميادين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة والتصدي البطولي للمقاومة الإسلامية في لبنان لمحاولات التقدم البري الإسرائيلي. إسرائيل إذن مستمرة في عدوانها توسعه على لبنان وغزة مع انعدام الضوابط أو الخطوط الحمر في حربها الدموية، تخفي خسائرها في البر ولا تفلح حتى الساعة إلا في ضرب المدنيين، آخدة الضوء الأخضر والدعم الأمريكي وتهدد بضرب إيران. وقائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يصل إلى تل أبيب في تأكيد لقيادة أمريكا وتحكمها بالتصعيد في المنطقة. تكثيف التصعيد من قبل إسرائيل يسابق محاولات أطراف عدة خفض التصعيد والعمل لوقف الحرب. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي يؤكد من دمشق موقف طهران الداعم للمقاومة وضرورة حمايتها والوقوف إلى جانبها. مسارات الحرب وآفاق الحراك الدولي إلى جانب التطورات الميدانية نتابعها في هذه التغطية مشاهدينا، والتي سيكون معنا فيها الدكتور ماهر الطاهر مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من دمشق. سيكون معنا أيضا الزميل عبد الرحمن نصار محل ميدان للشؤون الفلسطينية والإسلامية من بيروت، ومعنا من على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية الزميل علي الأحمر مراسل الميادين لينقل لنا آخر تطورات المشهد في ظل انذارات جديدة علي من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لإخلاء عدد من المباني السكنية في ضاحية بيروت الجنوبية. ماذا في آخر تطورات المشهد في ضاحية بيروت الجنوبية؟ إذا عبد الرحمن، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة انذارات جديدة لإخلاء عدة مباني سكنية تقع في نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت. نتحدث عن مباني سكنية تقع في نطاق طريق المطار بوجه مبنى الضمان الاجتماعي، أيضا مباني سكنية في الكفاءات شارع أبو طالب، إضافة إلى منطقة أرويس ما يسمى بنزلة مفرق مطعم شمس الدين، في وجه أيضا محطة الأيتام للمحروقات، إضافة إلى تهديد وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا خلال الدقائق الماضية بالنسبة إلى استهداف مباني سكنية تقع في نطاق الشويفات إلى الجنوب من الضاحية الجنوبية لبيروت قرب مدرسة هليوبولس، وأيضا تحذير إضافي يقع على خط السنتريز أصفير مقابل أفران الأمراء. إذن عدة تحذيرات وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الدقائق الماضية بالنسبة إلى إخلاء أو تدعو إلى إخلاء عدة مباني تقع في نطاق الضاحية الجنوبية. هذه المباني هي مباني سكنية تقع في مناطق سكنية بالنسبة إلى منطقة الشويفات، جرى استهدافها ليلة أمس بغارتين متتاليتين ولا سيما منطقة الشويفات الأمراء. أيضا بالنسبة إلى التحذيرات التي أطلقها جيش الاحتلال نتحدث عن مناطق أرويس، الكفاءات، أيضا طريق المطار. طريق المطار يبدو أنه سيستهدف للمرة الأولى، هو طريق يصل مطار بيروت الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، هو طريق استراتيجي حيوي يعني فيه الكثير من المنشآت أيضا الرسمية والمدنية والمنشآت، يعني نتحدث عن العديد من المنشآت الصحية أيضا عبد الرحمن تقع على طريق المطار. هذه بالنسبة إلى المعلومات الأولية والتقدير الجغرافي للخرائط التي نشرها جيش الاحتلال، الذي لا يكتفي عبد الرحمن بالمناطق التي يعلن أنه سيستهدفها، فهو غالبا ما يستهدف مناطق تقع خارج النطاق الجغرافي الذي يعلن عنه. هي مجرد يعلن عن بداية أنه يقول أنه سيستهدف عدة مباني، يحدد هذه المباني، ولكن في العادة يقوم بجولة من الاعتداءات والغارات تستهدف عدة مباني أخرى لا يتم ذكرها من خلال هذه الإنذارات التي يوجهها، وتكون فاتحة نوعا ما أو يعني يقوم بجولة من الاعتداءات على الضاحية الجنوبية لبيروت وتشمل عدة مباني سكنية إضافة إلى منشآت اقتصادية وتجارية، وبالأحرى ضرب للبنية التحتية في الضاحية الجنوبية لبيروت ولا سيما البنية المدنية السكنية من جهة، وأيضا البنية الاقتصادية والتجارية للضاحية الجنوبية لبيروت. إذا نحن أمام موجة جديدة وكبيرة نوعا ما عبد الرحمن من الإنذارات وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي
بالنسبة إلى إخلاء عدة مباني تقع في نطاق الضاحية الجنوبية، نتحدث عن نطاق أو نطاق جغرافي واسع يمتد من شويفات من الجنوب الشرقي لمدينة بيروت أو للضاحية الجنوبية وصولا إلى طريق المطار، ثم للصفير وحارة حراك أيضا نوعا ما، أو عفوا لرواس. نتحدث عن خط السنتراز للصفير مقابل أفران الأمراء. خط السنتراز شهد في السابق عدة اعتداءات إسرائيلية، طالت عدة مباني سكنية في المنطقة خلال الأيام الماضية ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان. منطقة الكفاءات أيضا أو القريبة منها الليلة تعرضت لعدة اعتداءات إسرائيلية. هذه الغارات والاعتداءات لم تتوقف منذ ساعات الصباح الأولى على الضاحية الجنوبية لبيروت. الآن بدأ يعني تحليق مكثف للطيران، طيران الاستطلاع الإسرائيلي، وعلى علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية، إضافة إلى المناطق المتاخمة للضاحية. غاب هذا الطيران منذ فترة ما بعد الظهر تقريبا، حيث شهدنا فترة من الهدوء الحذر الذي شهدته الضاحية الجنوبية. إذن غارة عبد الرحمن يبدو أنها بالبداية تحذيرية أطلقت على إحدى المناطق في الضاحية الجنوبية. سمعنا صوت الصاروخ، يبدو أنه سقط في أحد المناطق في الضاحية الجنوبية. لم يتبين حتى الآن مكان الاستهداف. من اللافت القول أن هذه الغارات وهذه التحذيرات كما الغارات والاعتداءات التي حصلت في الأيام السابقة تتزامن مع حركة إقلاع وهبوط من مطار بيروت الدولي، ما يهدد سلامة الطيران بشكل واضح وصريح، ويهدد أيضا حركة الملاحة في الأجواء اللبنانية بالطبع عبد الرحمن. إذن عادة كما ذكرت ما يقوم الاحتلال وبالتزامن مع الانذارات التي يواجهها مرارا وخلال الأيام الماضية ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان بإصدار انذارات وتحذيرات، ولكنه لا يلتزم بها، تكون أو يعلن أنه سيبدأ، أو هذه التحذيرات تعلن عن بدء موجة جديدة لا يعلن عنها بالأحرى جيش الاحتلال يعني الإسرائيلي. شهدنا منذ ساعات الصباح عبد الرحمن عدة غارات استهدفت مناطق تقع في نطاق الضاحية الجنوبية، نتحدث عن الليلكي قرب حي الجامعة، إضافة إلى المريجة وعدة مناطق. أتحدث إذن عن تحويطة الغدير، آخر غارة شهدتها الضاحية الجنوبية عند الساعة 6 من بعد ظهر هذا اليوم من غارة من الطيران المسير، إضافة إلى غارات استهدفت المريجة، حارة حريك الجاموس على دفعتين، إضافة إلى 4 صواريخ استهدفت منطقة برج البراجنة. عين السكي أدت إلى وقوع بعض الإصابات، فيما تعمل حتى الآن فرق الإنقاذ والدفاع المدني على رفع الركام ومحاولة إيجاد ناجين أو رفع الأنقاض، بحسب ما يتبين أن هناك بعض الجثامين أو شهداء ما زالوا تحت الأنقاض في الغارة التي استهدفت منطقة برج البراجنة عين السكة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي للمرة الأولى التي يجري اعتداء في تلك المنطقة. نتحدث عن عين السكة منطقة برج البراجنة. إذن إضافة أو يضاف إلى ذلك غارة أيضا حدثت مع ساعات الصباح الأولى، استهدفت فرقة الدفاع المدني في تحويطة الغدير بالقرب من المكان الذي شهد حزاما ناريا منذ يومين في منطقة تحويطة الغدير والمريجي. إذن الآن تقلع طائرة مدنية من مطار بيروت، هي على وشك الإقلاع من المدرج الغربي من مطار بيروت الدولي. تتزامن هذه حركة الطيران الإقلاع والهبوط مع الإنذارات التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي. نعم عبد الرحمن. إذن مشاهدينا هكذا هو المشهد في ضاحية بيروت الجنوبية بعد عدة انذارات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بإخلاء عدد من المباني السكنية. نذكر دائما هناك أصوات لطائرات حربية إسرائيلية وطائرات تجسس إسرائيلية في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية في هذه الأثناء. الزميل علي الأحمر سيبقى معنا بطبيعة الحال في هذه التغطية ليرصد لنا أيضا آخر تطورات المشهد من ضاحية بيروت الجنوبية. بالتزامن مشاهدينا مع هذا العدوان المستمر، كان هناك لقاء لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي في دمشق بعدد من مسؤولي فصائل المقاومة الفلسطينية. أكد لهم عرقتشي خلال اللقاء أن دماء شهيد القدس وفلسطين الشهيد السيد حسن نصر الله ودماء شهداء المقاومة الآخرين في فلسطين ولبنان ستقوي شجرة المقاومة وتحقق النصر النهائي على الاحتلال. وشدد عرقتشي على أن سياسة إيران المبدئية
هي دعم القضية الفلسطينية والدعم الشامل للمقاومة في المنطقة. قادة الفصائل الفلسطينية من جانبهم عبروا عن إشادتهم وتأييدهم بالعمليات التي قامت بها إيران للرد على الاعتداءات والجرائم التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي. عن هذا اللقاء مشاهدينا سنسأل الدكتور ماهر الطاهر على أن نسأله أيضا عن أكثر من نقطة، ولكن نبدأ بهذا اللقاء لوزير الخارجية الإيراني في دمشق مع ممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية. دكتور ماهر الطاهر، ما الذي بحثه هذا اللقاء؟ أي رسالة أيضا أرادت إيران ومعها الفصائل الفلسطينية أن توجهها من العاصمة السورية دمشق؟ توقيت زيارة السيد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى بيروت ودمشق وفي هذا الظرف بالذات وفي ظل احتدام المعارك على أرض لبنان وجنوبه الطاهر وعلى أرض قطاع غزة وعموم فلسطين، توقيت هذه الزيارة في هذا الظرف بالذات يحمل معنى ومغزى عميق ويوجه رسالة واضحة وقوية للكيان الإسرائيلي وللإدارة الأمريكية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية وكل قوى المقاومة في المنطقة. ستقف إلى جانبها إيران بعزيمة أشد وإصرار أقوى من أجل تحقيق كل الأهداف التي تسعى إليها قوى المقاومة في الحرية والسيادة وتحرير فلسطين ووضع حد للمشروع الصهيوني الاستعماري الذي يريد السيطرة على عموم المنطقة. هذه هي الرسالة التي أرادت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن توجهها وفي هذا التوقيت بالذات. وقد حرص السيد وزير الخارجية بزيارته إلى دمشق أن يلتقي مع قادة الفصائل الفلسطينية ليؤكد لهم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تعمل على تصعيد وزيادة الدعم للقوى الفلسطينية المقاومة وللبنان ومقاومته الباسلة ولكل قوى المقاومة في المنطقة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع عن أي من مواقفها المبدئية بدعم القضية الفلسطينية مهما كانت العواقب ومهما كانت النتائج. ونقل السيد وزير الخارجية تحيات الشعب الإيراني على المشككين وقيادته الشجاعة. جاي أنا. ونقل تحيات الشعب الإيراني وقيادته الشجاعة للشعب الفلسطيني في عموم أرض فلسطين وفي كل مواقع اللجوء والشتات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لملحمة طوفان الأقصى التي ستأتي بعد يومين، وقال إن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الذي أذهل العالم كله قد وضع القضية الفلسطينية على أجندة كل شعوب الأرض، وأن هذه الملحمة قد نقلت المواجهة إلى مرحلة جديدة سيتم من خلالها تحرير كل ذرة من تراب فلسطين. وأكد السيد وزير الخارجية بأنه إذا ارتكب العدو الصهيوني حماقات جديدة فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بشكل أقوى. وقال بوضوح أنه أجاب على أسئلة أحد الصحفيين عندما سأله إذا أقدمت إسرائيل على ضرب المنشآت النووية فماذا سيكون رد إيران، قال أجبته بكل وضوح
أن الرد سيكون متناسب وبحجم الرد وبحجم الاعتداء الإيراني إن لم يكن أكثر. طبعا نحن كفصائل فلسطينية نقلنا تحيات شعبنا للثورة الإسلامية الإيرانية وللشعب الإيراني الشقيق، وقلنا بأن كل محاولات التشكيك بموقف إيران ووقوفها إلى جانب المحور والتشكيك بموضوع تأخر ردها على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، كل هذه المحاولات لم تكن يعني مفاجئة بالنسبة لنا، لأننا نعرف أن هناك تيار معادي للمقاومة من حيث المبدأ ولا يريد لهذه المقاومة أن تنتصر. ولذلك أكدنا كفصائل فلسطينية جميعا بأن الرد الشجاع الذي أقدمت عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوجيهها عشرات وأكثر من 200 صاروخ في قلب الكيان الصهيوني قد شكل الرد الحقيقي على كل محاولات التشكيك، وأكد مصداقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما قالت أننا سنرد على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية. لكننا نحن كنا على قناعة أن تأخر هذا الرد كان ناجما عن رسائل أمريكية ورسائل من أطراف عديدة بأنه يمكن أنه تجري محاولات لوقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي لم تكن إيران تريد أن تعطي أي ذريعة أو مبرر لاستمرار العدوان وأن يقال أنها عرقلت وقف إطلاق النار. ولكن إيران أدركت بأنه كان هناك عملية خداع من قبل القوى المعادية من أجل تأخير ردها، وعندما أدركت ذلك وأدركت أنه لن يتم وقف إطلاق نار في غزة وهو الأمر الذي كانت تحرص عليه، قامت بردها الشجاع الذي أوقع خسائر حقيقية تكتم عليها العدو الصهيوني وضربت مواقع وقواعد جوية ومواقع استراتيجية. سيعرف المواطن العربي وكل شعوب الأرض حجم وحقيقة ما أوقعه هذا القصف في الكيان الصهيوني. الفصائل الفلسطينية أكدت دكتور ماهر الطاهر بأن أنا أسألك الآن أيضا عن التهديدات الإسرائيلية لإيران. يعني الآن هناك تهديدات إسرائيلية لإيران خاصة هذه الليلة، هناك حديث عن إمكانية أن تشن إسرائيل عدوان على الأراضي الإيرانية، إيران قالت بأنها في حالة تأهب وأنها جاهزة لصد أي عدوان وسترد أيضا على هكذا عدوان برد مماثل أو ربما أقصى وأكبر مما ردت قبل أيام. هنا نسأل عن موقف الفصائل الفلسطينية، في أي موقع اليوم فصائل المقاومة الفلسطينية في حال الاعتداء على إيران؟ وبرأيك لماذا نتنياهو ينحو باتجاه هذا المنح الآن والتصعيد إلى أقصى حد إلى هذه الدرجة؟ نتنياهو بعد هزة طوفان الأقصى وبعد الضربة التي وجهت لهذا الكيان الآن يريد أن يشن حرب هوجاء ومتواصلة، لأنه يريد استعادة هيبة الردع التي تم ضربها يوم 7 أكتوبر. ولذلك هو يتصرف بنوع من الجنون ويريد جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة مباشرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولذلك نحن نرى بأن الولايات المتحدة تغطيه بشكل كامل، وأشرنا اليوم في حديثنا مع السيد وزير خارجية إيران بأن أمريكا تكذب عندما تقول بأنها تحاول إقناع الكيان الصهيوني بأن لا يضرب المنشآت النووية وأن لا يضرب المنشآت النفطية. لاحظنا واكتشفنا حجم الخداع والتضليل الذي مورس على مدى عام كامل في قطاع غزة، وقلنا للسيد وزير الخارجية بأن هذا المجرم ممكن أن يقدم على أي شيء، وبالتالي كان
بما في ذلك ضرب المنشآت النووية. وعلينا أن لا نصدق أكاذيب الولايات المتحدة الأمريكية ومناوراتها، لأنها تنسق بشكل كامل مع الكيان الإسرائيلي. وكان جواب السيد وزير الخارجية أن إيران تضع في اعتبارها كل الاحتمالات دون استثناء، وهي جاهزة للرد على أي احتمال. نحن كفصائل مقاومة فلسطينية، وجوابا على سؤالك، نحن جزء لا يتجزأ من محور المقاومة. سأعود إليك لتجاوبني على السؤال، ولكن بس اسمح لي، لأنه كان هناك غارة على الجية وهناك شهداء وهناك دمار، والزميل خالد خليل معنا من هناك من الجية. سأعود إليك دكتور ماهر، أعطيك كل الوقت لتجيب عن هذا السؤال، ولكن نطلع من الزميل خالد عن آخر حصيلة وردت بخصوص هذا القصف على أحد المباني السكنية في بلدة الجية. إذا خالد، ماذا في آخر التفاصيل عن هذا العدوان الذي استهدف بلدة الجية؟ أهلا بك عبد الرحمن. نعم، نحن الآن متواجدون كما ذكرت في منطقة الجية إحدى المدن الساحلية لقضاء الشوف. عند الساعة 8:17 استهدف مبنى سكني مؤلف عن طبقات يقطنه مدنيون ونازحون. هذه الغارة التي استهدفت هذا المنزل أدت إلى ارتقاء بحسب الحصيلة الأولية حتى الآن شهيدان و17 جريحا. منذ بعض الوقت، يعني وتحديدا منذ 5 دقائق، تم انتشال إحدى الفتيات العالقة تحت الركام. يعني نتحدث الآن الساعة 11:30، والغارة كانت عند الساعة 8:30 تقريبا. استمرت عمليات يعني سحب هذه الفتاة من تحت الأنقاض لمدة 2 ساعة. يعني كان جميع الطواقم الطبية، الإسعاف، هيئات الدفاع المدني تتواصل مع هذه الفتاة، مدتها بالماء. يعني كانت تناجي من تحت الركام. منذ دقائق تحديدا تم انتشال هذه الفتاة. ما زال عدد من المفقودين تحت هذا المبنى. يعني هذا 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 المكان كما هو متعارف يطلق على اسم مبنى أو منطقة حي النبي يونس. المباني فيه قديمة متلاصقة. هذه الغارة أدت إلى تدمير المبنى بشكل كامل، تضرر المباني المحيطة، السيارات، وإصابة عدد من السكان يعني المتواجدون في محيط هذا المبنى. هو مبنى سكني بحت كما ذكرنا، يأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة الاستهدافات التي تطال المدنيين. ما زالت حتى الآن فرق الإسعاف، الدفاع المدني، الهيئة الصحية وجمعية كشافة الرسالة متواجدة في المكان، تعمل على رفع الأنقاض. تم استخدام آلية ثقيلة لإزالة الركام يعني بالمشاهدة العينية، كما هو بطبيعة الاستهدافات التي رقبناها في عدد من المناطق اللبنانية. عند استهداف أي مبنى، هذا المبنى ينهار بشكل كامل. جميع القاطنين في هذا المبنى يصبحون تحت الركام، ما يجعل عملية رفع الأنقاض صعبة، انتشال الضحايا صعبة، انتشال الجرحى صعبة. منذ بعض الوقت تم طلب عدد من وحدات الدم إلى مستشفى سبلين الحكومي ومستشفى مسبوت، حيث تم نقل الجرحى إلى تلك المستشفيات. عمليات كما ذكرت، عمليات رفع الأنقاض متواصلة حتى الآن، ومن المتوقع يعني أن يرتفع عدد الشهداء خلال ساعات هذه الليلة. شكرا جزيلا لك زميل خالد خليل مراسل المدينة، حدثنا مباشرة من الجي التي تعرضت لعدوان إسرائيلي هذه الليلة. أعود إليك دكتور ماهر الطاهر لتكمل الفكرة بموضوع موقف الفصائل الفلسطينية، تفضل. نحن كفصائل فلسطينية ندرك أننا نخوض معركة متواصلة ومستمرة ولن تنتهي قريبا، وندرك أننا أمام عدو يريد التصفية الكاملة لقضية فلسطين، بل أكثر من ذلك يريد السيطرة على كل المنطقة. وبالتالي سنعمل باتجاه تصعيد المقاومة وباتجاه تكثيف عملياتنا ضد هذا العدو. وتعلمون أنه أقدم قبل أيام على اقتراف جريمة باغتيال 3 من قادة وكوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت في منطقة الكولا. استهدف المناضل القائد محمد عبد العال رئيس الدائرة العسكرية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والشهيد عماد عودة مسؤول العمل العسكري في لبنان،
والشهيد عبد الرحمن عبد العال أحد كوادر الشهيد أبو علي مصطفى. وهذا العدو يدرك أننا نعمل بكل طاقتنا من أجل تكثيف وتصعيد عملياتنا ضد هذا العدو المجرم في المرحلة الحالية والقادمة. وفي حال حصول الآن في هناك مجزرة في لبنان ويريد نقل حرب الإبادة التي مارسها في قطاع غزة والضفة إلى لبنان، وبالتالي ليس أمامنا من خيار كفصائل فلسطينية وكل قوى المقاومة إلا أن نعمل على أساس تصعيد عملياتنا ضد هذا العدو بكل ما نملكه من إمكانات وتطوير قدراتنا من أجل تصعيد عملية المواجهة مع هذا الكيان. ونحن اليوم في اللقاء مع السيد وزير الخارجية أولا ثمنا الموقف الإيراني المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، وثمنا عاليا الرد الإيراني الشجاع الذي أربك الكيان الصهيوني ورفع معنويات شعبنا عاليا عاليا. وأكدنا بأن استشهاد سماحة السيد القائد التاريخي الكبير السيد حسن نصر الله سوف يؤسس بالنسبة لنا وبالنسبة كفصائل مقاومة وبالنسبة لكل قوى المقاومة سوف يؤسس لمرحلة جديدة نعمل من خلالها أن تكون قدراتنا أكبر وأن تكون ضرباتنا أعمق وأوسع. وأكدنا ونحن على قناعة ونعاهد شعبنا وأمتنا العربية وكل العالم الإسلامي وكل أحرار العالم بأن دماء الشهيد إسماعيل هنية ودماء القائد التاريخي الكبير السيد حسن نصر الله شهيد فلسطين وشهيد القدس الذي قدم حياته من أجل فلسطين وقال لن نوقف إسناد غزة ما لم تتوقف حرب الإبادة في غزة مهما كانت العواقب مهما كانت النتائج مهما كانت الأثمان. دماءه ودماء كل الشهداء ستكون أمانة في أعناقنا وستكون وستشاهدون ضربات أشد للمقاومة الفلسطينية في المرحلة القادمة، لأنه ليس أمامنا من خيار في وجه هذا العدو المجرم إلا تصعيد كفاحنا بمختلف الأشكال حتى نضع حد لهذه العربدة ولهذا الإجرام الذي تجاوز كل الحدود. ونحن على ثقة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حال تعرضت لعدوان جديد سيكون ردها أقوى وأكثر إيلاما مما سيولد مناخات أكثر ثورية في عموم المنطقة وفي إطار كل قوى المقاومة. نحن على قناعة وعلى ثقة أن دماء الشهداء ودماء أهلنا في بيروت وفي الضاحية وفي لبنان العزيز هذه الدماء لن تذهب هدرا، وكونوا على ثقة أن هذا الكيان يحفر قبره بيديه، وأننا كما قال سماحة السيد القائد التاريخي السيد حسن نصر الله الأيام بيننا والليالي بيننا، وعلى هذا العدو أن يدرك بأن ما سيواجهه سيكون شديد وأن بأسنا سيكون أقوى وأن إرادتنا ستكون أشد في مواجهة هذا العدو المجرم. واضح. شكرا جزيلا لك دكتور ماهر الطاهر مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على وجودك معنا في هذه التغطية مباشرة من دمشق. إلى الزميل عبد الرحمن نصار محلل ميدان لشؤون فلسطينية وإسلامية، أهلا بك معنا عبد الرحمن. سأبدأ من آخر الأخبار التي يتناقلها الإعلام الإسرائيلي، يتحدث الآن بأن الجيش الإسرائيلي بدأ الآن في هذه اللحظات العمل بريا في منطقة جباليا في شمال قطاع غزة. قبل أن أتطرق لموضوع لبنان أريد أن أتطرق إلى هذه التطورات اليوم في قطاع غزة تحديدا في شمال قطاع غزة، قصف يعني غير مسبوق منذ مدة، الآن الحديث عن عمل بري أيضا في شمال قطاع غزة تحديدا في جباليا، ما الذي يحصل عبد الرحمن؟
والآن غار على ضاحية بيروت الجنوبية. تحية طيبة لك عبد الرحمن وأيضا لكل المشاهدين، وتحية عزة وعزاء متجددة لشعوب المنطقة. غارة ثانية على ضاحية بيروت الجنوبية يحاول مسابقة الوقت. أعذرني عبد الرحمن، سأذهب للزميل علي الأحمر فقط ليطلعنا عن هذه الغارات سريعا ثم أعود إليك عبد الرحمن. إذن إذا كان زميل علي الأحمر معنا يسمعني، أريد أن أنتقل إليه أيضا ليطلعنا عن مكان حصول هذه الغارات في هذه الأثناء في ضاحية بيروت الجنوبية. إذن علي، هل اتضحت الصورة لديكم أين هذه الغارة؟ يبدو أن الزميل علي الأحمر لا يسمعنا مشاهدينا. سأعود للزميل عبد الرحمن نصار. إذن عبد الرحمن ونحن نتابع هذه المشاهد من ضاحية بيروت الجنوبية لهذه الغارات الإسرائيلية الجديدة على ضاحية بيروت الجنوبية، نكمل بما بدأنا به وأيضا تجديد العدوان على شمال قطاع غزة. تفضل. نعم، يحاول الجيش الإسرائيلي أن يقول أنه يستطيع مواجهة جميع الجبهات، ولذلك يعمل بالتوازي على أكثر من محور، في الوقت الذي يقول أيضا أنه يستعد لتوجيه رد إلى إيران. الفكرة التي كان قد طرحها نتنياهو قبيل العمليات الأخيرة في لبنان هي فكرة تهجير شمالي قطاع غزة، ويريد العمل عليها بكل ما يستطيع من قوة. ولكن ما أقوله أنه هو على مدار 11 شهرا يعيد تكرار نفس المجهود العسكري ولكن لا يحصد النتائج، وهذا ربما ما يجعل الجيش الإسرائيلي يحاول أن يقول أنه غير منهك ويستطيع العمل على أكثر من جبهة. ولذلك اليوم حسب الإفادات المحلية للأهالين في شمالي قطاع غزة كأن الحرب تجددت لديهم. لا ننسى أمرا مهما، أنه مجرد نقل الثقل العسكري كما يسميه أو يصفه الإسرائيلي إلى جبهة لبنان والرد لاحقا من إيران وكل هذا التصاعد في مكان ما أشعر أهالي قطاع غزة بتخفيف الضغط العسكري عليهم، ولكن الجيش الإسرائيلي لا يعني يعتبر أنه غزة كانت هي المشكلة الأساسية. ولا ننسى أننا نقترب من ذكرى 7 أكتوبر، وهذا له معانيه بالنسبة إلى الإسرائيلي فيما يتعلق بغزة على وجه التحديد. فضلا عن ذلك، هناك بين كل حين وآخر ميدانيا وأمنيا وعملياتيا يجمع الإسرائيليون مجموعة من المعلومات وينفذون بعض العمليات المركزة من أجل الوصول إلى قادة المقاومة أو من تبقى من أسرى سواء جثث أو أحياء. ولهذا ستكشف يعني خلال يومين مقبلين حقيقة ما يحدث في جباليا. إن لم يكن هناك هدف أمني أو عسكري محدد، فيكون كل هذا التحرك يمكن قراءته ضمن إطار أنه إعلان أنه نحن نستطيع العمل على كل الجبهات ومنع إراحة أهل غزة، خاصة أنهم أظهروا فرحة كبيرة حقيقة بالرد الإيراني لا يمكن إخفائه، ولذلك الاحتلال يحاول التنغيص على الجميع سواء في لبنان أو في غزة. لكن المشهد العام هو الأساس الآن. ممكن نقول أنه نحن انتقلنا بالصراع إلى حلبة الكبار، بالمعنى أن الدول وليس الأحزاب التي تواجه الكبار الآن إسرائيل. هذا طبعا له تبعاته. سنأتي إلى هذه النقطة عبد الرحمن، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية. ولكن اسمح لي، الزميل علي الأحمر بات جاهزا معنا الآن لنسأل الزميل علي. إذن نتابع هذه المشاهد مشاهدينا لهذه الغارات المتتالية على ضاحية بيروت الجنوبية. إذن علي، عدد الغارات وأي مناطق استهدفت؟ نعم عبد الرحمن، إذن غارة جديدة استهدفت منطقة الشويفات. الصورة التي نراها بشكل مباشر تظهر النيران المندلعة المشتعلة من منطقة الشويفات، وهي المنطقة التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ عدة لحظات. استهدفت المنطقة غارة أخرى تضاف إلى غارتين في تحذيريتين استهدفت هلأ الآن غارة تستهدف منطقة لمعت تستهدف منطقة طريق المطار تقريبا. عبد الرحمن، لا أدري إن كنتم تسمعون الصوت. نعم استمعنا الآن في هذه اللحظات للصوت، صوت الغارة. نعم. إذن على ما يبدو عبد الرحمن طريق بدأت المطار مشاهدينا.
إذن بدأ عمود الدخان يتصاعد من المبنى الذي جرى استهدافه قرب طريق المطار، قرب مطعم الساحة الذي يبدو بشكل مباشر، يظهر بشكل مباشر أمامي، وإن هي منطقة بعيدة نسبيا عن مكان الذي نتواجد فيه. بدأت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان المستهدف قرب طريق المطار بحسب التقدير الجغرافي الأولي، كونه يقع مقابل مطعم الساحة على طريق المطار. إذن هذه الغارة الآن استهدفت طريق المطار، سبقها غارتين تحذيريتين استهدفت أيضا طريق المطار، إضافة إلى منطقة شويفات. بالنسبة إلى الغارات التي استهدفت منطقة شويفات، كما نشاهد أو سنشاهد يعني بعد قليل أو الآن، يعني يمكن أن تظهر الطائرة وهي ستهبط إلى مطار بيروت، ومن فوق أو ستمر على ما يبدو فوق أعمدة الدخان. عبد الرحمن، لا أدري إن كنتم تشاهدونها معي، طائرة مدنية بالطبع. نعم نعم، نحن نشاهد. يذكر أن طريق المطار هو الطريق، تهبط هذه الطائرة المدنية في ضاحية بيروت الجنوبية بالتزامن مع هذا القصف الإسرائيلي، وتاليا ستمر ربما وسحب الدخان تتصاعد. يذكر أن طريق المطار عبد الرحمن يربط مطار بيروت الدولي بالعاصمة بيروت، بقلب بيروت. نتحدث عن شريان أساسي رئيسي في العاصمة يربط أوصال المدينة بالمطار، مطار بيروت الدولي، وهو منشأة مدنية محمية أيضا بالشرائع والقوانين الدولية. نتحدث عن شريان، طريق يشكل شريان أساسي في العاصمة اللبنانية بيروت. الآن أعمدة الدخان تتصاعد من المباني السكنية التي جرى استهدافها خلال الدقائق الماضية، إضافة إلى المبنى الذي يمكن أن نشاهده الآن عبر كاميرا الزميل المصور علي رسلان، وهي هذه الغارة، هذه أعمدة الدخان، إضافة إلى النيران ما زالت مندلعة من المكان الذي جرى استهدافه خلال الدقائق الماضية. هذه المنطقة تحديدا تقع بالقرب من منطقة بعبدة، تقع إلى الجانب الشرقي من مدينة بيروت ومن الضاحية الجنوبية. نتحدث عن منطقة الشويفات، جيش الاحتلال أطلق تحذيرا سابقا بالنسبة إلى هذه المناطق، وصل عدد التحذيرات إلى 5 تحذيرات، نشر عدة خرائط. هو عادة لا يلتزم أبدا بالنطاق الجغرافي الذي يعلن عنه، تتخطى الغارات أو مدى الاعتداءات هذه النطاقات الجغرافية. بالنسبة إلى الغارات أو ما يمكن وصفه بالنسبة إلى هذه الغارات، يمكن القول إن الغارات التي استهدفت منطقة الشويفات والتي نشاهدها الآن عبر الكاميرا عبد الرحمن، كانت الأقوى في خلال اللحظات والدقائق الماضية، كان وميضها أكبر. صوت الغارة أو الغارتين التي استهدفت منطقة شويفات كان أكبر نوعا ما من الغارات السابقة. يذكر أن الاحتلال بدأ غاراته منذ بعض الدقائق، غارتان تحذيريتان استهدفتا أيضا منطقة الشويفات، إضافة إلى منطقة طريق المطار. تبعها قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منطقة الشويفات بغارة عنيفة استهدفت مبنى سكني مدني في منطقة شويفات. النيران ما زالت مندلعة من هذا المبنى كما نشاهد عبر الشاشة. وأنا سأعود إليك زميلنا علي الأحمر، ونحن نتابع هذه المشاهد معك مباشرة من ضاحية بيروت الجنوبية التي تتعرض لعدوان جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية في هذه الأثناء. عبد الرحمن، هيئة تحرير فاينانشال تايمز كتبت: لقد تركت 12 شهرا من الصراع إسرائيل بلا أمان، وشعبها لا يزال يعاني من الصدمة، والمنطقة المحيطة بها في ألم ونار. لقد أدرك حلفاء إسرائيل منذ فترة طويلة أن الطريق إلى الأمن الدائم للدولة اليهودية يتطلب تسوية سلمية مع الفلسطينيين وليس حربا أبدية. هذا جاء في هيئة أو كتبته هيئة تحرير فاينانشال تايمز. إلى أي مدى يمكن القول أن هذا التعبير الذي نشرته هيئة تحرير فاينانشال تايمز يلامس الواقع فعلا؟ هنا لابد من التذكير بأن الصدمة التي عاشها الإسرائيليون ليلة الرد الإيراني عندما وجدوا الصواريخ تنهمر على رؤوسهم والدفاع الجوي يعجز عن مساعدتهم وإنقاذهم كما كانوا يحاولون خلال الأشهر الماضية على الأقل في وسط إسرائيل
وسط فلسطين المحتلة عفوا أن يعيشوا حياة هانئة، اكتشفوا أنه لا، هذا الدرع يمكن أن ينهار في أي لحظة، وأنهم بحاجة إلى الأمريكيين والأوروبيين من أجل نجدتهم وإنقاذهم، وربما هذا الأمر لا ينفع. ولذلك تكررت صدمة شبيهة بصدمة 7 أكتوبر، ألا وهي فقدان الأمان. لا ننسى أن هذا تزامن مع عملية في يافا المحتلة على الأرض، يعني كان هناك تزامن للضربات من فوق الأرض ومن تحتها، كان يعطي الإسرائيلي شعورا بالبداية أنه هو محصن في مكان محدد في فلسطين المحتلة، ولكن عاد إلى فقدان الأمان. هناك محلل نفس إسرائيلي قال شيء خطير ومهم، أنه حتى عندما كانوا يهربون من الملاجئ، الأطفال لديهم أو الفتية بأعمار 10 و15 سنة، كانوا يسألون الأمهات والأباء هل سيخرج علينا المقاتلون الآن ويقتلوننا أو يخطفوننا. يقول غدا عندما يكبر هؤلاء ويريدون أن يتجندوا في الجيش إذا بقيت إسرائيل، كيف ستكون نفسيتهم؟ الفكرة الآن أن إسرائيل عندما تفقد عنصر الأمان مجددا من شماليها إلى جنوبيها في فلسطين المحتلة، هي تعود إلى عيش عقدة الخوف. طبعا هذا الأمر من جهة مبشر، ولكن من جهة مقلق. مبشر من جهة أنه نحن نضمن أن إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب، وأنها لا تزال تعاني نفس الأزمات والمشكلات، وإنما هي تختلق أو تخلق مشكلات جديدة، وتريد توريط العالم كله في هذا الصراع من أجل إنقاذها، أو ليذهب العالم إلى الدمار أو المنطقة إلى الدمار. ومن جهة مقلق لأنه سيدفعهم إلى خيارات أيضا مجنونة. كنت أقول قبل أن يحدث القصف على الضاحية أنه إسرائيل ستحاول أن تختار تاريخ 7 أكتوبر كتاريخ محتمل للرد، يعني هناك تحليلات كثيرة تذهب بهذا الاتجاه، خاصة من بعض المسؤولين الأمريكيين لمحوا إلى ذلك ولكن بطريقة غير مباشرة، وذلك للقول أنه كما هناك 7 أكتوبر فلسطيني، أيضا سنحاول نخلق 7 أكتوبر إسرائيلي جديد ضد إيران. ولكن هم يعرفون تماما معرفة أنه هذا الأمر قد ينتهي عليهم ب 7 أكتوبر إيراني جديد يعيدهم إلى ما وراء فعلا العصر الحجري إذا ذهبوا إلى ضرب هذه المنشآت. أنا أقول أن صراحة الموقف معقد، يعني أنا لا أريد أن أذهب، اسمح لي فقط لأن نشير الآن خطير، ولكن إلى العواجه الواردة على شاشة الميادين نقلا ما هي طبيعة عن ضابط ميداني في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية. اسمح لي لأنه هناك الآن هذه عواجل ترد على شاشة الميادين. ضابط ميداني في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية أفاد بالتالي: حوالي الساعة 10:20 من ليل أمس الجمعة، رصد مجاهدو المقاومة الإسلامية في محور العديسي تحركا غير اعتيادي لقوات العدو الإسرائيلي في محيط الترقيم الحدودي رقم 405 في خراج بلدة العديسي، واتخذ المجاهدون الترتيبات اللازمة. حوالي الساعة 11:15 نتحدث عن المساء، تسللت قوة من نخبة العدو في مسار تقدم باتجاه محيط مبنى بلدية العديسي، وحوالي الساعة 11:00 وصلت القوة المتسللة إلى نقطة كمين معد مسبقا، وبنداء لبيك يا نصر الله فتح المجاهدون نيران رشاشاتهم الخفيفة والثقيلة باتجاه القوة المتسللة، مما أسفر عن انفجار ألغام كانت بحوزة القوة المعادية بهدف تفخيخ مبنى البلدية، ما أسفر عن سقوط حوالي 15 جنديا بين قتيل وجريح وعلى صراخهم وعويلهم بشكل واضح. وعملت فرق الإنقاذ المعادية بتغطية نارية من المروحيات العسكرية على سحب القتلى والجرحى من مكان العملية باتجاه الأراضي المحتلة. حوالي الساعة 1:50 من فجر يوم السبت، حاولت قوة معادية أخرى للتسلل عبر مسار آخر باتجاه مبنى بلدية العديسي، فتصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الرشاشة والصاروخية. استمرت الاشتباكات لأكثر من ساعتين، تكبد خلالها العدو خسائر في صفوف جنوده وأجبر على الانسحاب. عند الساعة 7:00 اليوم السبت، حاولت دبابة مركافا معادية التقدم عبر مسار خلفي غير مرئي للجهة اللبنانية باتجاه مرتفع الباط في خراج بلدة مارون الراس، فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها. تواصل مجموعات الإسناد الناري في المقاومة الإسلامية استهداف أماكن تحشدات جنود العدو الإسرائيلي في الثكنات والمواقع العسكرية والمستوطنات قبالة الحدود اللبنانية بقذائف المدفعية والصواريخ والرشاشات الثقيلة، وتحقق إصابات مباشرة. واصلت وتواصل القوة الصاروخية
في المقاومة الإسلامية قصف أهداف متنوعة وبمديات مختلفة في عمق شمال فلسطين المحتلة بصليات صاروخية مكثفة. واصلت وتواصل القوة الجوية في المقاومة الإسلامية استهداف قواعد وثكنات عسكرية إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة بأسراب من المسيرات الانقضاضية. أحصت المقاومة الإسلامية خلال الأيام القليلة الماضية منذ إعلان جيش العدو الإسرائيلي بدء عمليته البرية باتجاه قرى جنوب لبنان مقتل أكثر من 25 ضابطا وجنديا في صفوف نخبة العدو وإصابة أكثر من 130. هذه الأرقام اعترف العدو ببعضها، والأيام القادمة ستكشف ما أخفاه عن جمهوره. نذكر مشاهدينا بأن هذه المعلومات من ضابط ميداني في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية. وهنا زميلنا عبد الرحمن نصار، أريد تعليق منك على هذه المعلومات بحسب الضابط الميداني في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية. هذه المقاومة التي نعرفها الدقيقة، التي لا تبالغ، التي تقول الأمور كما هي، لم تخرج وتقول عشرات الجنود، ولم تقل أرقاما غير معقولة وغير دقيقة، بالعكس أرقام متناسبة مع طبيعة الوحدات الإسرائيلية النخبوية التي حاولت الاقتحام والدخول. لم تقل إنها ستحول المنطقة إلى جحيم وستمنع دخول الصهاينة، لم تعلي سقف الأهداف مثلما يفعل الإسرائيلي، بالعكس تعطي معلومات دقيقة، معلومات ميدانية تفصيلية يفهمها كل العارفين بإطار العمل العسكري، أيضا دقيقة حتى في عرض الساعات وعرض هذه التفاصيل وكيف تصرفت. نلاحظ أنه حتى الآن الإسرائيلي لا يزال يستعمل الوحدات النخبوية، لم يخرج بأسلحة المدرعات بصورة كبيرة، هناك بعض الدبابات التي حاولت أن تطل أو تنفذ بعض المهمات المساندة لهذه القوات، وتقريبا كلها ضربت، ونتحدث عن 6 دبابات. هذه المقاومة التي تعلمت من السيد حسن نصر الله كيف تحافظ على مصداقيتها كي يبقى الجمهور واثقا بها. تخيل عبد الرحمن لو خرجت ببيانات غير منطقية وغير واقعية، أو حتى تماشت مع التهويل من الإعلام العبري الذي يحاول بهذا التهويل أن على جبهتين، أن يجد على جبهة لبنان والمقاومة مبررات للدخول في توسيع هذا العمل البري، وعلى جبهة الداخل أن تمهد الرأي العام لمجموعة من الخسائر ستكون أكبر في حال توسيع هذه العملية البرية. ولذلك الأساس الذي يجب أن يعرفه الناس حتى يطمئنوا، لأنه صراحة مجموعة الاغتيالات التي حدثت أثارت مجموعة من الشبهات. نعم، إسرائيل عندما تنفذ عملية أمنية واستخبارية وتقتال فيها شخصية وتخرج بيانات ثم يتبين فعلا أن هذه الشخصية قد اغتيلت، ربما تكسب نقطة مصداقية، ولكن يجب ألا تنعكس هذه المصداقية، لأن هي نفذت عملية اغتيال، يجب ألا تنعكس على واقع الميدان في الجنوب وعلى أي خبر آخر ينشره الإعلام العبري. مشكلة بعض الناس أو ضعاف النفوس أو بعض المحرضين للأسف أو المشاركين للإسرائيلي أنه يأخذ مصداقية الاغتيال كونه حدث، نعم، واقع جلل حدث، مع أن المقاومة لا تخفيه. يعني حتى السيد نصر الله بجلالة قدره وسماحته خرجت وأعلنت عندما استخرجت جثمان الطاهر، ولذلك يجب أن لا ينعكس ذلك مثل ما يروج الإسرائيلي الآن أنه هو قتل 440 عنصرا من حزب الله. أين سيخفيهم حزب الله؟ يعني 440 شهيد بهذا المعنى. ولذلك هذا شيء وهذا شيء آخر، هو سيصدق في الاغتيال لأنه طبيعي تابع الشخصية ونفذ هذا الاغتيال بناء على معلومات دقيقة، فطبيعي جدا أن تكون النتيجة واحدة. ولكن في الصعيد الميداني بالمقاومة نثق ببيانات، نعم، المقاومة التي تعلمت من السيد أن تبني العلاقة بينها ليس شرف، الوقت انتهى عمليا، ولكن لابد دائما أن تكون عين على لبنان وعين على قطاع غزة، خاصة في هذه الأثناء، خاصة في هذه اللحظات. شمال قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي غير مسبوق. يعني حتى زميل محمود العوضية كتب قبل قليل في مواقع التواصل الاجتماعي: ليلة موحشة وقاسية في شمال غزة وتحديدا في جباليا. تعليق سريع أيضا منك عبد الرحمن قبل أن نختم لو سمحت. صبرا جميلا إن شاء الله بالنسبة لأهل غزة، يعني الفرج إن شاء الله سيقترب. صحيح أن المعركة في لبنان صراحة وأيضا الرد الإيراني أخذ الأضواء قليلا، ولكن نحن في الميادين و
وسائل الإعلام المهتمة لا تزال تعطي لغزة حصتها لأنها الجبهة الأساسية تبقى كذلك. أهالي شمال غزة سطروا صراحة ملحمة صمود كبيرة جدا مقارنة بكل شيء. طبعا لا هذا ليس انتقاصا من نزح الحفاظ على حياته، هذا طبيعة الحياة، يعني الإنسان المدني ماذا يمكن أن يفعل غير أن يبقى محافظا على حياته علما أنه هذا جزء من الصمود. ولذلك اليوم الجيش الإسرائيلي يحاول بالجو إرعاب وترهيب أهل غزة وإيصال رسالة أيضا إلى إيران ولبنان أنه نحن نريد أن نمسككم من اليد التي تؤلمكم، أنه أنتم في كل جبهات الإسناد وكل هذا القتال من أجل وقف حرب في غزة، لن نوقف هذه الحرب. ولكن أنا أقول أنه إن شاء الله الفرج قريب، ليس من ناحية طول المعركة وأمدها، ولكن من ناحية أنه جزء أساسي من إسرائيل سوف يكسر إما بضربات صاروخية وإما ما يحدث الآن من إهانة حقيقية لجنود النخبة على حدود جنوب لبنان. ونحن لن نوقف هذه التغطية، مستمرون فيها الآن في هذه اللحظات أيضا مشاهدينا مع هذه المشاهد من ضاحية بيروت الجنوبية، حيث يستمر هذا العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية بهذه الشراسة وبهذه الصواريخ التي تنهمر على الضاحية واستهداف المباني السكنية مجددا. إذا كان زميل علي الأحمر جاهزا معنا أريد أن أنتقل إليه ليطلعنا أيضا على هذه المنطقة التي استهدف هذا القصف. إذن انفجار كبير دوي كبير. إذن علي إذا كنت تسمعني، ماذا يحصل وفي أي منطقة هذا القصف؟ نعم عبد الرحمن، يبدو أن الغارات تتجدد أيضا على أضاحي الجنوبية لبيروت، غارة عنيفة يمكن القول تستهدف الآن أحد المناطق على ما يبدو، وبحسب التقدير الجغرافي تقع إلى جانب طريق المطار. حدث هذا الوميض أو الضوء الكبير والغارة العنيفة بشكل كبير، يعني على دفعتين عبد الرحمن. النيران تندلع الآن من المبنى المستهدف الذي على ما يبدو يقع إلى جانب طريق المطار الآن. يعني المبنى المستهدف يبدو أنه يتعرض لمزيد أو تندلع النيران من داخله. إذن هي غارة عنيفة تعد الأعنف أيضا، هي والغارة التي استهدفت منطقة الشويفات، حيث أعمدة الدخان ما زالت تتصاعد من المنطقة المستهدفة عبد الرحمن. هي منطقة عبد الرحمن تضم محطات وقود على ما يبدو، أو من المتوقع أن قوات الاحتلال أو طائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت قريب من إحدى محطات الأيتام على طريق المطار. يبدو أن القصف بالقرب من محطة الأيتام على طريق المطار الكبيرة التي حصلت عبد الرحمن. خط طريق المطار يحتوي على عدد من محطات المحروقات، يبدو أننا شهدنا استهدافا لإحداها ولا سيما محطة الأيتام على طريق المطار. هذا ما يفسر الانفجار الكبير الذي دوى في المنطقة. النيران ما زالت مشتعلة وبشكل كبير من مكان الغارة التي حدثت منذ بعض اللحظات. هي غارة كبيرة نوعا ما استهدفت المنطقة الواقعة على طريق المطار المحاذية إلى طريق المطار. وكما ذكرت عبد الرحمن، هناك في تلك المنطقة تقع عدة محطات وقود ومنها محطة الأيتام للمحروقات، هي محطة كبيرة في المنطقة. هذا ما يفسر نوعا ما سبب الاشتعال المتزايد للنيران. بحسب المعلومات الأولية أو بحسب التقدير الأولي لمكان الغارة وبحسب نوع الغارة والنيران التي ما زالت تتصاعد من المكان المستهدف بالقرب من طريق المطار، جرى استهداف هذه المنطقة على نحو مكثف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وعلى دفعتين متتاليتين من الغارات. إذن النيران ما زالت مندلعة من المكان الذي جرى استهدافه على طريق المطار هذا المكان، وبحسب التحذيرات أيضا يقع بالقرب من محطة الأيتام للمحروقات. يبدو أننا شهدنا استهدافا لهذه المحطة أو على الأقل بالقرب من هذه المحطة، هي نتحدث عن طريق المطار بالطبع كما ذكرت في الرسائل السابقة. هي منطقة سكنية حيوية، شارع رئيسي يربط العاصمة بيروت بمطار بيروت الدولي.
هذه الغارات تزامنت مع تحليق أو يعني حركة هبوط وإقلاع للطائرات المدنية من مطار بيروت الدولي. سبق أي مايك ألو. إذن مشاهدينا هكذا هو المشهد من ضاحية بيروت الجنوبية، معك زميلنا علي، نحن نستمع إليك لهذه المشاهد ونراها معك أيضا بعدسة الكاميرا، كاميرا الميادين، حيث تستمر هذه الغارات وهذا العدوان على ضاحية بيروت الجنوبية. النيران تشتعل من على طريق المطار مشاهدينا في هذه المنطقة التي يتم استهدافها بهذا الشكل وفي هذا الليل، وأغلب المناطق المستهدفة هي مناطق، ليس أغلب، جميع هذه المناطق هي مناطق مدنية. نحن نتحدث عن ضاحية بيروت الجنوبية وهي منطقة مدنية بامتياز وبشكل كامل، ولكن للأسف الشديد تم الإعلان بأنه سيتم قصف هذه المناطق من أجل إخلائها، ولا أعرف إذا كان هناك بعض الناس متواجدون فيها إذا ما تمكنوا من إخلائها سريعا أم لا. علي، بالعودة إليك، نذكر بأبرز الغارات التي حصلت منذ بدأنا هذه التغطية حتى اللحظة، تفضل. عبد الرحمن، باللافت القول أن هذه الغارة الأخيرة التي استهدفت طريق المطار تستهدف المنطقة الواقعة بالقرب من مطعم الساحة، وهو مطعم يعد من أحد المعالم السياحية في لبنان، يضم فندق، مطعم، أيضا إضافة إلى منشآت سياحية وترفيهية في المنطقة التي تضم أيضا محطة محروقات كبيرة. إذا نحن الآن أمام غارة جديدة تستهدف المنطقة، هناك ضوء تصاعد الآن، إذا غارة جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. شاهدنا ورصدنا ضوء يتصاعد نوعا ما من منطقة بحسب التقدير الأول هي تقع بالقرب من أوتوستراد السيد هادي. إذا أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من مكان عبد الرحمن. بحسب التقدير نتحدث عن منطقة الجاموس تقريبا، يعني بالقرب من منطقة صفير بالتحديد. إن لم تكن منطقة الجاموس أو صفير هي منطقة أرويس، هي منطقة واحدة، يعني تقريبا نتحدث عن منطقة واحدة متقاربة. العالم بطبيعة وتقسيم الضاحية الجنوبية لبيروت يعلم أن المناطق متداخلة نوعا ما، فيها هي منطقة سكنية بالتأكيد، المناطق متقاربة متداخلة تقع في نطاق جغرافي واحد بحسب ما نشاهده. وبالطبع الرؤية الليلية نوعا ما تمنعنا من تحديد المناطق بشكل دقيق حتى هذه اللحظة، ولكن بحسب التقدير الأولي وبحسب معاينتنا للمنطقة التي أو للضاحية الجنوبية خلال ساعات النهار والمنطقة التي تستهدف على مدار أيام منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، نستطيع القول أن أيضا نستطيع تأكيد حصول غارة جديدة تستهدف منطقة ما في الضاحية الجنوبية، على ما يبدو هي إن لم تكن منطقة الصفير نتحدث عن منطقة الجاموس وحارة حرائق، على ما يبدو هي منطقة رويس، منطقة علي. متداخلة، نعم إذن هي منطقة رويس كما تعلم عبد الرحمن، هي منطقة متداخلة تتداخل فيها الأحياء السكنية، منطقة سكنية بامتياز كما ذكرت سابقا. أيضا النيران ما زالت مندلعة من مكان أو من مكان الغارة التي حصلت منذ بعض الوقت على طريق المطار قرب مطعم الساحة، هذا المطعم. إذن مشاهدينا هكذا هو المشهد من ضاحية بيروت الجنوبية، يستمر هذا العدوان الإسرائيلي على أكثر من حي، أكثر من منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية، يستهدف عدد من المباني السكنية مجددا. آخر الغارات كانت على منطقة رويس، كان هناك غارات عنيفة باتجاه طريق المطار، الآن سمعنا أيضا دوي انفجارات، نستمع لدوي انفجارات مجددا الآن في ضاحية بيروت الجنوبية باستمرار لهذا القصف ولهذه الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. إذن مشاهدينا هذا المشهد يتكرر منذ عدة أيام حتى اليوم، استهداف واضح، استهداف ممنهج، كان هناك قصف الآن عنيف أيضا على إحدى المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية، استمعنا لهذا القصف مباشرة، إذن كان دوي قوي قبل لحظات من الآن في هذا القصف وهذا العدوان المستمر على ضاحية بيروت
الجنوبية من طيران الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل هذا العدوان منذ عدة أيام حتى هذه اللحظة. إذن مشاهدينا ننقل لكم هذه المشاهد من ضاحية بيروت الجنوبية التي تواجه هذا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عدة أيام حتى اليوم. هناك غارات على عدة مناطق على عدة نقاط، نتحدث عن رويس، نتحدث عن طريق المطار، وربما أيضا هناك بعض المعلومات التي تحدث عن استهداف حارة حرايك. والمشاهد هناك بعض المشاهد الواردة الآن مشاهدين التي تشير إلى انفجارات كبيرة وضخمة بفعل هذه الغارات وبفعل هذا العدوان المستمر على ضاحية بيروت الجنوبية. مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية من الميادين، تتواصل هذه التغطية، ولكن يكملها معكم الآن الزميل أحمد شلدان. إليك أحمد.